أفندم وزارة الحربية؟ أي يا فندم. تمام يا فندم. معاك يا فندم. ماشي يا فندم. مع السلامة يا فندم. حسين خلي بالك أروح مكتب سيادة القائد. ماشي. الإشارة دي وصلت دلوقتي؟ وطلبوا مني أسلمها لسيادتك يدا بيد يا فندم. العقيد محمد رفيق في مكتبه؟ أشوفه لسيادتك يا فندم. وبالشكل ده يا فندم نضمن ان الزياره تؤدي الغرض منها. اتصلت بوزاره الحربيه وعملوا كل اللي طلبناه يا فندم. يعني مفيش مشاكل؟ البركه في سيادتك يا فندم. قول يا عزيز، انت سعيد ان 313 جاي مصر؟ بالطبع يا فندم. وناوي تقابله؟ انا ناوي اشوفه لكن يستحسن ما يشوفنيش. بلغك لاله لمصطفى عبد العظيم؟ السيد مصطفى وصل امبارح وقال لي على كل حاجه يا فندم. عزيز انا عايز اقول لك اني سعيد بتعاونك معايا ومتشكر قوي. متشكر جدا يا فندم. طبعا انت عارف اني هتنقل. بلغني يا فندم ولو ان ده مكسب للبلد لكن خساره كبيره لينا. بركه فيكم. متشكر جدا يا فندم واتمنى لسيادتك التوفيق. عزيز خلي بالك من رأفت الهجان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا رفيق. اقفل الباب وراك واقعد. اتفضل استريح. شكرا. خد اقرا الاشاره دي. انا مش فاهم حاجه يا فندم. ما تعرفش ليه مندوب من رئاسه الجمهوريه جاي قبلك الساعة 12؟ اطلاقا يا فندم. سيادة القائد موجود؟ يا فندم موجود في انتظار سيادتك. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. نبيل لمعي رئاسة الجمهورية. شرفت يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. انا اسف يا فندم للازعاج ولولا ان المسألة تستحق كنا اكتفينا بتصرف ابسط من كده. بالحال خير ان شاء الله. المهم سيادتك تشرب ايه؟ لا ما اعتقدش ان الوقت يسمح. انا هقعد مع سيادة العقيد بالكتير 10 دقايق. طيب لا مؤاخذة، انا لولا عندي مرور مهم كنت احتفيت بسيادتك اكتر من كده. انا متشكر يا فندم وارجو ان انا ما تسببش لسيادتك في اي نوع من الازعاج. لا العفو يا فندم. اتفضل خد حريتك. عن اذنكم. سيادة العقيد محمد رفيق مش كده؟ محدش يدخل عليهم او يزعجهم. حاضر يا فندم. طبعا سيادتك ما تعرفش انا جاي لك ليه. اصلهم اجعله خير. انا جاي لك بخصوص الاستاذ رأفت الهجان. ايه مالك يا سيادة العقيد؟ لا يا فندم هو رفض عمل حاجه. حاجات كتير. انا كنت متاكد من كده. وكلها حاجات عظيمه فندم. حضرتك بتقول حاجات كلها عظيمة؟ بالتأكيد. يبقى أكيد حضرتك غلطان. في إيه؟ في الاسم طبعا. هو مش أخو المدام اسمه رأفت علي سليمان الهجان؟ أيوة فندم. بس ده كان يا سيادة العقيد إحنا عارفين كل حاجة عن الأستاذ رأفت، بس اللي سيادتك ما تعرفوش إن رأفت بيه دلوقتي بقى حاجة تانية خالص. ممكن حضرتك تشرح لي ايه الحكاية بالظبط؟ الأستاذ رأفت الهجان من سنوات طويلة بيقوم بأعمال جليلة بالنسبة للثورة الجزائرية. ايه ده كله؟ كل دي كانت مظاهر لإخفاء حقيقة عمله القومي. لا لا لا. ليه؟ لأن كل اللي نعرفه عن رأفت إنه كان محتال ونصاب ورد سجون وبتاع مشاكل، مش كده؟ ايوه يا سيادة العقيد. انا جاي لك بتكليف رسمي من الرئاسة. ايه؟ رأفت الهجان عاوز يشوف عيلته واعتقد ان ده من حقه ومن حقكم انتوا كمان. طبيعي يا فندم طبيعي. طبعا سيادتك عارف ان المسائل دي لازم تكون في طي الكتمان ولازم تكون داخل العائلة فقط ومش لازم اي حد يعرفها. اي انسان
مهما كانت درجة قرابته أو صدقته بأي حد فيكم. يا نبيل بيل، طبعا مش هنلاقي حد يقوم بالمهمة دي غيرك. يا فندم بس في حاجة يا سيادة العقيد؟ لا، هو رأفت بيه هيوصل امتى؟ رأفت بيه هيوصل ان شاء الله بعد بكرة. معلش يا فندم حضرتك اعذرني، اصل المفاجأة ما كانتش طبيعية. انا تحت امرك. هو ايه اللي مطلوب مني انا بالظبط؟ الاستاذ رأفت الهجان طالب انه اول بيت يدخله يكون بيتك، عشان كده لازم تنبه على المدام واخوات الاستاذ رأفت بالتكتم الشديد. وهو كذلك. اما مسألة الاستقبال دي فدي مسألة عائلية ملناش ان احنا نتدخل فيها. من الناحية دي حضرتك ما تحملش هم. هو رأفت بيه هيجيني الساعة كام بالظبط؟ رأفت هيجي يوم الخميس الساعة 7:30 مساء. رأفت فين امال؟ نايم من نص ساعة. الغدا قبل ما ينام؟ ما انت عارف ابنك عذب زهرة واتخانق معاها والاخر نام. طلع لخاله. مالك يا رفيق؟ شريفة، انا عندي لك اخبار كويسة. معنى كده ان رأفت ما قدرش يقعد في اجمل شواطئ الدنيا اكتر من 3 ساعات عشان يجي مصر. معنى كده انه هيوصل بكرة؟ لا يا فندم، رأفت لازم ياخد راحة قبل ما يجي مصر بأي شكل. معنى كده انك عملت تعديلات في الخطة؟ لا يا فندم، مفيش اي تعديل ولا حاجة. كل ما في الامر ان رأفت لما هيوصل مدريد هيلاقي طيارة مصر معادها بكرة، وبالشكل ده هيقضي ليلة في مدريد ويبقى عنده فرصة للنوم والراحة 24 ساعة. ومين قال لك بقى يا سيدي انه هينام ويرتاح؟ ده رأفت يا عزيز وفي مدريد. لا بس رأفت حريص، والفندق اللي هو نازل فيه في اطراف البلد يعني قريب من المطار، وعشان يتحرك وينزل مدريد ويرجع عاوز له 2 ساعة على الاقل. وعلى كل حال الفندق في حضن الجبل ومزارع اللوز، والمشهد هناك في غاية الروعة. في الحال صادق، يعني الخطة زي ما هي ما فيهاش اي تعديل. انتوا فاهمين حاجة؟ ايوه انا فاهم يا سليم، بس في حاجة انا عايز اعرفها يا رفيق. حاجة؟ حاجة ايه يا عادل؟ يا ترى رأفت هو اللي طلب يشوفنا؟ مضمون الرسالة اللي جات لي من رئاسة الجمهورية وبصفة شخصية بتؤكد ان هو عايز يشوف عيلته كلها. يعني نجيب ولادنا كمان؟ ولادكم؟ طبعا، اذا كان رأفت اتغير زي ما انت بتقول يبقى من حقهم يشوفوا عمهم. شوفوا عمهم؟ يظهر ان حضرتك ما سمعتنيش كويس. انا بسمع كويس وسمع سليم يا اخي. شوفوا يا جماعة، الحكاية دي على اكبر قدر من السرية، والرسالة اللي جات من الرئاسة بتؤكد هذا المعنى. يعني اي كلمة هتطلع برانا احنا الخمسة هتكون عواقبها مش كويسة. معنى كلامك يا رفيق ان كل اللي كان بيعمله رأفت كان نوع من التمويه بيغطي بيه مهمته الحقيقية؟ والله ده اللي انا عرفته. الله، انت متأكد من حكاية الرئاسة دي يا رفيق؟ انا قلت لكم قبل كده ان مندوب الرئاسة جالي المعسكر وانفرط بيا واتكلم معايا بكل وضوح. يعني نيجي يوم الخميس احنا الثلاثة من غير ولادنا؟ اهلا وسهلا، تشرفوا في اي وقت، البيت بيتكم. انما ايه؟ طب واذا سأل على الولاد؟ رأفت لحد دلوقتي ما يعرفش ان شريفة خلفت ولد تاني، انها سميته رأفت. انت حقك تفرحي يا شريفة، مش تبكي، ربنا نصرك علينا كلنا. البرقية وصلت يا فندم. والشفرة اتحلت يا فندم. تشكر تشكر قوي كمان. لا سهيل تعال لي بسرعة. Thank you.